بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين. نحن الآن في الجبهة الغربية لبلدة نعيمة، اليوم الثلاثاء 9/9. حدثت التطورات في الليلة الماضية في هذه الجبهة، نريد أن نعرف هذه التطورات من القائد الميداني أبو علي. تفضل أخ. امبارح النظام حاول إنه يسرب لنا معلومة إنه دفوت على بلدة نعيمة، لكن بفضل الله عز وجل كان شباب المسلمين العاملين على أرض حوران كلهم مستعدين ومستنفرين وجاهزين لصد أي محاولة من النظام، لكن إن شاء الله نحن ما راح نستنى حتى نصد هذا النظام، نحن بإذن الله تعالى راح نتقدم باتجاه مركز النظام اللي هو في قلب مدينة درعا بإذن الله تعالى. الحمد لله. طيب، ما مدى جهوزيتكم وما مدى استنفاركم في الليلة الماضية، وهل جاءتكم فزعات من القرى ومن الكتائب المجاورة لكم؟ الحمد لله رب العالمين، الجهوزية عالية جدا. ليش؟ لأنه نحن مجاهدين ضد كفار، ضد قتلة، ضد مغتصبين، كل واحد مننا له حق عند هذا النظام. وبالنسبة لأخوتنا بالقرى المجاورة العاملين بالقرى المجاورة سواء ألوية ولا جيوش ولا كتائب، الكل ابدا جاهزيه وبعث ان عدد من العناصر والسلاح الثقيل، وكانوا جاهزين على جبهه نعيمه اللي محاذيه لمدينه درعا. سمعنا بالامس اصوات اشتباكات وانفجارات قويه، ما الذي حصل وما سبب هذه الاصوات وهذه الاشتباكات بالضبط؟ حاول النظام انه يتسلل، فنحن بفضل الله عز وجل عملنا لهم فخ وفجرنا فيهم احد الابنيه، وتم رمي علينا منهم، وقمنا بالرد على هذا النظام، وفضل الله عز وجل رجعناهم ورجعوا أكثر من نقطة. ما الرسالة التي توجهها للنظام في هذه المرحلة ومحاولاته بعد محاولات عدة طبعا وعديدة وتقدر بالعشرات لمحاولة اقتحام بلدة نعيمة وكسر شوكتكم؟ نحن بفضل الله عز وجل بلدة نعيمة هي بلدة من بلدات حوران، أي العاملين على أرض بلدة نعيمة هم من كل حوران، وممكن يكون من كل سوريا لأنه معنا منشقين من كل سوريا. النظام لقنا عدة دروس على أرض هاي البلدة، والدرس الأكبر كان لما نحن أخذنا الصوامع والسجن، سجن درعا المركزي. فضل الله عز وجل ومن ثم فضل العاملين على أرض حوران الجاهزين دوما لقتال هذا النظام الكافر المغتصب، نحن جاهزين لرد أي هجوم، والنظام بيعرف شو خسر على أرض هاي البلدة من شباب المجاهدين العاملين على أرض حوران اللي هم من كل سوريا، من سوريا كل سوريا. كثرت في الفترة الأخيرة بعض الإشاعات من بعض المغرضين أن هذه البلدة ستقوم بعقد مهادنة مع النظام، ماذا تقول لهؤلاء؟ هو السؤال مضحك، أعرف أن السؤال مضحك والجميع يعرف من هي بلدة نعيمة، لكن نريد رد منك أبو علي إلى هؤلاء المغرضين. بالنسبة للمهادنة، إذا خالد عبود بده هادن أو شكريم حميد بده تهادن أعضاء مجلس الشعب اللي هم أعضاء مجلس الشعب، أي شعب بيمثلوا هذول؟ أي شعب بيمثلوا؟ ابن الشعب وعضو مجلس الشعب نحن بنعرف هو بيكون منتخب من هذا الشعب، بيكون راجع على مقره على بلدته، لكن هم وين عن هذا الموضوع؟ لكن بالنسبة للنعيمة، شباب النعيمة وأهل النعيمة كلهم مجاهدين ومقاتلين، ورسالتي إلى أبناء بعض القرى الرخيصين اللي عم بيحاولوا إنهم يهادنوا ويعملوا مصالحة وطنية مع النظام الهزيل، بنقول لهم النظام هزيل هزيل، التجأ لمجموعات هزيلة مثليكم يا اللي بدكم تهادنوا وتصالحوا هذا النظام مشان يظهر أمام بعض الدول الهزيلة مثله إنه هو قوي وإنه هو قادر على إنه يسيطر وإنه يرجع يصالح بعض الناس، أو مش ناس هذول أصلاً، هم كفار زي النظام. على هامش هذا اللقاء، شكرا لك أبو علي، لكن نريد أن نسألك سؤال مهم في هذه الفترة. نسمع عن تحالف عالمي عربي والاتفاقهم على محاربة داعش، ألم يتذكر هؤلاء أخي أبو علي في فترة 4 سنوات انتهاكات الجيش النظام والنظام بشكل عام بقتل كثير من الناس وانتهاكات أكبر بكثير من انتهاكات داعش؟ هل اتفقوا الآن على قتال داعش ولم يتفقوا على إجرام بشار أسد؟ ما رأيك أنت بالموضوع؟
كمان امر مضحك زيه زي اللي قبله زي المهادن. بفضل الله عز وجل بعض القادات العرب وقادات المسلمين وقادات العالم انتبهوا لإجرام داعش كما يسمون إجرام داعش، وين كانت عيونهم وقلوبهم وإسلامهم للعرب لما بشار الأسد وأعوانه انتهكوا أعراض عدد كبير من إخوتنا المسلمين على أرض سوريا كلها، قتلوا الرجال والأطفال، قتلوا النساء واغتصبوهن، وين كانت عقولهم؟ لكن لما حسوا إنه خطر داعش يهدد عروشهم قاموا دغري انتبهوا وعملوا اتفاق عالمي على مقاتلة داعش. نحن نقاتل، نحن بنقاتل وسنقاتل كل ظالم من يكن نظام داعش أي من كان أي ظالم سنقاتله، ولكن كان أملنا بالأمة العربية والإسلامية إنه ينتبهوا على أعراض ودماء المسلمين. خلال 4 سنوات مضت تجاوزوا كل مشاعر المسلمين على أرض سوريا وتجاوزوا آلام المسلمين على أرض سوريا ولم ينتبهوا إلا لما دق ناقوس الخطر عروشهم. كان أملنا بالمسلمين والعرب أفضل وأحسن أن يكون من ما كان عليه، تركونا لمقاتلة بشار أو تركونا للسيف الذي قطع فيه بشار رؤوسنا وانتهك أعراض المسلمين وتجاوزوا كل المشاعر المسلمين. الآن انتبهوا الحمد لله. بالنهاية هل تخاذلهم سيهبط هزيمتكم؟ يهبط عزيمتنا؟ حاشان الله، نحن إيماننا بالله أولا كبير، ومن ثم إيماننا بقضيتنا وعدالتها كمان كبير فضل الله عز وجل، وفضل شباب المسلمين العاملين على أرض حوران والمجاهدين الذين يعملوا على أرض سوريا، كل سوريا كلهم مؤمنين بعدالة قضيتنا وانتهاكات واغتصاب النظام وقتل النظام وأجرامه. لذلك لن نتراجع بإذن الله، مستمرين في جهادنا ضد النظام القاتل، مستمرين بقوة أقوى من أول. والله العظيم كل ما النظام أمعن بإجرامه وكان مجرم أكثر، كل ما كنا مصممين أكثر على قتاله ومهاجمته في مقراته وفي بإذن الله أماكن النظام حتى نصل إلى القرداحة كما يقول، إنها بلد ومسقط رأسه. لكن فشل هو لقيطة بشار الأسد وأبوه من قبله. الحمد لله رب العالمين، شكرا لك أخي أبو علي القائد الميداني في فرقة المغاوير الأولى. حياكم الله جميعا، السلام عليكم. ثبتكم الله على الحق. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. تكبير. الله أكبر.